أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية على أن تنسيق المواقف والرؤى بين العالمين العربي والإسلامي والولايات المتحدة سيكون على أعلى مستوى. وعبر البيان عن الارتياح لأجواء الحوار الصريح والمثمر التي سادت أجواء القمة التي عقدت في الرياض، كما نوه إعلان الرياض على ضرورة تأكيد على توسيع الحوار الجاد لتوضيح سماحة الدين الإسلامي ووسطيته. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط.ly.